الجيش السوري يتقدم في أحياء حلب بعد انهيارات سريعة للمسلحين. فرانسوا فيون الأوفر حظا لدخول الإليزي بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين. سعد الحريري رئيسا وأحمد الحريري أمينا عاما للمستقبل. زارعو الحشيشة للسيد حسن شرعها. الناس كلها بتطالب انه تشرع هاي زراعة الحشيش لانه ما في بديل عنها وتاخذ الموسم تاخذ الدولة. مات بعد اكثر من شهر بعضة كلب مسعور. حطوا بالعناية الفائقة، بعد شين الساعة بيدقون قال الصبي وقف قلبي. حالة نادرة، 4 توائم بحمل طبيعي. هذه الحالة 1 على 64 مليون. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. أشرقت شمس حلب من مساكن هنانو إلى جبل بدرو. أحياء بالجملة سقطت من أيدي المسلحين اليوم وأصبحت تحت مرمى الجيش السوري وحلفائه في أسرع حسم عسكري منذ بدء الحرب السورية حتى اليوم. سيطرة الجيش على جزء كبير من مساحات حلب الشرقية ترافقت ومغادرة عدد وافر من المسلحين مع عائلاتهم، حيث اختلط المدني بالعسكري واستعدت مناطق محررة إلى استقبال سكانها بالتنسيق مع أجهزة الدولة. حلب تتقدم نحو الحسم العسكري وفرنسا تجري تأهيلا سياسيا لدخول عصر فرانسوا فيون المرشح الرئاسي الذي صاغ بيانه السياسي على عزف روسي سوري منفرد وذهب أبعد من دونالد ترامب في تأسيس علاقة جديدة مع موسكو ودمشق. كانت فرنسا اليوم على موعد مع الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح يمين الوسط الفرنسي في انتخابات الرئاسة العام المقبل، وقد فاز فيون بفارق كبير في الانتخابات التمهيدية على منافسه ألان جوبي ليخوض المنافسة في وجه اليمين المتطرف في نيسان وأيار المقبلين، مع ترجيح كفة اليمين التقليدي المعتدل الذي يمثله فيون الرجل القادم من انقلاب على سياسة ساركوزي وأولاند معا. فهو ومنذ ما قبل اعتداءات باريس الإرهابية يطرح تعاونا مع الجيش الروسي ومع كل من يحارب الإرهاب بمن فيهم الجيش النظامي في سوريا. فيون الممانع على ترامب الصاخب الرافضي لسياسات أسلافه على واقع عسكري بدأ يحسم في الميدان انطلاقا من حلب. كل هذا سيضع المنطقة أمام معادلة جديدة، لكن هذه المعادلة لن تغير مسار المعركة على وزارة الأشغال محليا، تلك الوزارة التي أصبحت محدلة باتت تنبئ بترحيل الحكومة الجديدة إلى العام المقبل، لا سيما مع الولع السياسي الطارئ حيالها وما يمكن أن تحدله من زفت على طريق الانتخابات النيابية إذا حصلت. كأحجار الدومينو تتساقط أحياء حلب الشرقية، فقد نجح الجيش السوري بالسيطرة بعد حي هنانو على حيي الصاخور وبستان الباشا، وتقول المعلومات إن هناك انهيارا كبيرا في صفوف المسلحين، ومسألة السيطرة على شطر المدينة الشرقي بات مسألة وقت لا أكثر. تمام. يواصل الجيش السوري وحلفاؤه عمليتهم العسكرية ضد معاقل الجماعات المسلحة شرق مدينة حلب، فبعد استعادته مساكن هنانو المعقل الأهم للمسلحين في الأحياء الشرقية لحلب التي يتخذونها ثكنة عسكرية لهم جاعلين من المدنيين دروعا بشرية، سيطر الجيش السوري على كامل حي الصخور الواقع شرقي مدينة حلب، ما أدى إلى تضييق الخناق أكثر على المسلحين في الأحياء الشرقية للمدينة. كذلك أحرز الجيش العربي السوري تقدما ملحوظا في حي بعيدين شمال شرقي حلب وسط قصف مدفعي وصاروخي يستهدف نقاط انتشار المسلحين في المكان.
ووسط فرار المجموعات المسلحة سيطر الجيش على كامل حي بستان الباشا شمال شرقي حلب. وتبعاً لهذه التطورات الميدانية بات الجيش السوري يتقدم على جبهات ثلاث مساكن هنانو الصخور وحي جبل بيدرو وسط معلومات تحدثت عن انهيار سريع في صفوف الجماعات المسلحة في شرقي مدينة حلب. وتمهيداً لاستقبال السكان العائدين إلى منازلهم وممتلكاتهم أزالت وحدات الهندسة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في الساحات والشوارع. أنتوا أهلنا ان شاء الله سيدي، وانتو اماني برقبتنا، انتو بعيوننا. مباشره امنوا لهم شقه، جيبوا لهم طعام. نعم، وما بدي ينقصهم شيء على الاطلاق. شعوري انه دخل الجيش النظامي هيك وحررنا بلدنا وهيك وحمانا، انت تمام الدنيا. ووفقا للإعلام الحربي فقد أمن الجيش السوري خروج 1500 شخص من أحياء مدينة حلب الشرقية، لا سيما بعد فرار أكثر من 400 مدني من حيي الحيدرية والشعار شرقي حلب، في وقت تحدث المرصد السوري عن فرار أكثر من 3000 مدني من شرقي حلب في خلال أقل من 24 ساعة. القوات السورية حققت تقدما استراتيجيا في حلب، حيث سيطرت على حي مساكن هنانو الذي يعد أكبر معاقل الجماعات المسلحة، ما مهد الطريق للتقدم بالمحور الجنوبي للسيطرة على مناطق أخرى. كما سيطر الجيش السوري بشكل كامل على جبل بدرو وعلى حي الصخور وحي بعيدين. وفي فرنسا قرر رئيس الوزراء السابق ألان جوبيه بهزيمته أمام فرانسوا فيون بانتخابات مرشح اليمين لرئاسة فرنسا. فاز فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي السابق في الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط الفرنسي، وأبرزت نتائج فرز الأصوات في 82% من مراكز الاقتراع أن فيون قد حصل على 44.1% منها، ما يعني دخوله الدورة الثانية من الانتخابات المزمع عقدها في 27 من الشهر الحالي. ويليه رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي مع 28.2% من الأصوات. ويبدو أن فيون بات الأوفر حظا لدخول الإليزي خلفا لفرانسوا أولاند عام 2017، بعدما تمكن من إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على التقاعد في الدورة الأولى وإخراج رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي من المعادلة من الدورة الثانية بأكثر من 60% من الأصوات بحسب النتائج الأولية، ليصير الأوفر حظا لدخول الإليزي في السنة المقبلة. وخلافا لساركوزي وجوبي، ليس في ملف فيون قضايا فساد أو ملاحقات قانونية، وهو ما يصعب على خصمه أيا كان تحدي نزاهته. وثمة اقتناع راسخ بأن صعوده السريع المفاجئ يعود إلى أداء مقنع في الاستطلاعات بخطى ثابتة وواثقة. وفي السياسة الخارجية شكلت آراؤه قطيعة مع الخط الفرنسي المعمول بها حاليا، بما فيها لناحية العلاقة مع روسيا أو ما يتعلق بمقاربة الأزمة السورية. وقد أبدى دعمه للتدخل الروسي في سوريا معتبرا أن موسكو أساسية في حل النزاع، ويرفض الدعوة إلى إزاحة الأسد قبل إلحاق الهزيمة بداعش. يعقد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من ظهر غد الاثنين للإعلان عن توصيات المؤتمر العام الثاني للتيار. اختتم تيار المستقبل مؤتمره العام الثاني بانتخاب الرئيس سعد الحريري رئيسا للتيار بالتزكية وأحمد الحريري أمينا عاما. أعلن فوز الأمين على مبادئ وقيم ومفاهيم ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حامل الرسالة الرئيس سعد الحريري برئاسة تيار المستقبل بالتزكية. وانتخب المؤتمر الذي شارك فيه 2400 ناخب و400 عضو مراقب 20 عضوا للمكتب السياسي بعد رفع عددهم بناء على توصية الرئيس الحريري، وهم
أحمد الحريري، مصطفى علوش، وسام شبلي، أمل شعبان، جورج بكاسيني، سامر حدارة، زياد ظاهر، محمد جميل قمبريس، عبد الستار أيوبي، محمد كجك، محمد شومان، وسام ترشيشي، منير الحافي، فادي سعد، نوال مدللي، نزيه خياط، ربيع حسوني، حسن درغام، محمد صالح، عامر حلواني. نحن ضفينا النيل، الله معنا، دبتنا انت لي وعون الاخوان. وعين الرئيس سعد الحريري وفقا للنظام الداخلي للتيار 12 عضوا ليصبح عدد اعضاء المكتب السياسي المنتخبين والمعينين 32 عضو. وعين الحريري باسم السبع، ريا الحسن، سمير دومت نوابا للرئيس، والنائب جمال الجراح ممثلا لتيار المستقبل في كتلة المستقبل. وفاز المحامي محمد المراد أمين بمركز سر هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل بالتزكية. وعقد أعضاء المكتب السياسي الجديد اجتماعا انتخبوا في خلاله أحمد الحريري أمينا عاما لتيار المستقبل. من الإنجليزية إلى ما يشبه اللغة العربية، وصولا إلى العربية الفصيحة، الرئيس سعد الحريري بات خطيبا متمرسا. قبل 11 عاما ومع اغتيال والده، تعرفت الكاميرات والشاشات لأول مرة على الشاب الذي سيرث الحريري الأب سياسيا. My father served Lebanon all his life and we will keep serving Lebanon also like him. باللغة الإنجليزية وباخطباب، كان أول ظهور رسمي لمن سيصبح فيما بعد دولة الرئيس سعد الحريري. خلال هذه السنوات تدرج الحريري الابن في الخطابة من الإنجليزية مرورا بما يشبه العربية وصولا إلى العربية الفصيحة. نحن الشباب، نحن اللبنانيين واللبنانيات، بدنا نتنفس. يعني في عندنا نحن افواج ثلاثه، مثل فوج الجولق، فوج المغاوير، وفوج فوج الثالث نسيت اسمه. في اخر خطاباته بدا الحريري كانه اجتاز اخيرا سباق الالف ميل، وبات بعد طول انتظار زعيما لا يخشى عليه في القاء الخطابات الجماهيريه. الاعلاميه بولا يعقوبيان واكبت هذه المسيره، فكيف تقيم اداء الحريري الخطابي؟ ما في شك قطع الرئيس الحريري شوط كتير كبير من وقت ما بلش بالكلام العام، وهو ما كان مهيئ على كل حال لا يعتلي منابر ولا للكلام العام أمام ناس الكل بيعرفوا أنه الاغتيال وقع فجأة. إجا على نيران كان بعدها شعلانة إذا بتتذكر الصورة. بعدين شفنا أنه أكيد ما كان في تريننج مزبوط، ما كان في تدريب كما يجب. هلأ مؤخرا عم شوف فرق كتير كبير. الرئيس سعد الحريري شخص مختلف، شخص جديد بالأداء، بالطلة، بالسلوك، بالأتيتود، بالآي كونتاكت. أكيد أنه قطعنا شوط كتير مهم، صرنا مطرح كتير أفضل. بعد في بعض المسائل الصغيرة إذا بدك نحكي عنها بعد شوي، بس إذا بدي أعمل تقييم بقول لك إيه، بالعشر سنوات قطعنا شوط كتير كبير. لو كان في تدريب جيد من البداية أكيد ما كان في حاجة لكل هالسنين. الواحد بيتهيأ وبيطلع على الكاميرا. الرئيس الحريري تحضر على الكاميرا، بلش تغري على الكاميرا. في مقابلة سابقة ضمن وثائقي لعيونك عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تسأل يعقوبيان عن قدرات الحريري الأب في التعامل مع الإعلام. لا لا، ما كان جيد، ما كان جيد، لا كان طبيعي جدا. كان في محل معين، هلا عم نحكي اذا بدك تقنيات، كان في شيء بالاي كونتاكت منه فيكون كثير احسن ويعمل لك شارم اكثر، عمليه سحر اكثر. كان عنده كاريزما طبيعيه بهالته. كان لزاما علينا السؤال عن مقارنه بين الاب والابن. سؤال كثير صعب، لانه كيف ما جاوبتك الناس ما رح تفهمني مزبوط. صراحه الرئيس سعد الحريري عنده وجه، عنده بيبي فيس، هيدا كتير بقربه للناس. بتشعر انه صادق، بتشعر انه قريب، بتشعر انه عنده وجه فيه براءة وفي طيبة. بكل معايير العالم الناس بتحب هالشي. في نوع من الناس بحبوا القوة والسطوة وبحبوا رمبويات، هيدا شي تاني. الرئيس رفيق الحريري كان في ظروف وهالة حول شخصه كتير كبيرة، بس
ما بعتقد حتى انشغل مظبوط على طريقة الأداء، على السلوكيات، على هاي الاتيتود والديمينر اللي كنا عم نحكي عنهم. فلا بعتقد في افونتاج عند الرئيس سعد الحريري من هذه الناحية. بعد نكسات سياسية كثيرة، فهل يكون نجاحه في الميدان الإعلامي مقدمة لإعادة إنعاشه في الميدان السياسي؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد. شكل خبر وفاة الفتى عبد الرحمن فايز الخضر وهو سوري الجنسية في المستشفى بعدما عضه كلب مسعور قبل أكثر من شهر صدمة كبيرة، لا سيما أن هذا المرض لم يعد مميتا منذ زمن بعيد. صمد الصبي السوري عبد الرحمن فايز الخضر البالغ 11 عاما أكثر من شهر وعشرين يوما أمام عضة كلب مسعور نهش جسده واقتلع أذنه، فيما أصاب شقيقه ووالده أيضا بداء الكلب وقضى عليه صباح الأحد من دون التمكن من مقاومته. الولد قبل بنهار بالليل صار يستفرغ روحه بتطلع لما بيستفرغ، استفرغ شي 4-5 مرات بالليل. ثاني نهار لحقناه على المستشفى، جينا على الهيئة الصحية حولونا على النبطية. بالنبطية ما عرفنا شو صار، يعني دغري حط المصل وقاعدين لا شغلة ولا عملة أبدا ولا ساووا شي خالص. قال بدكم تخرجوا، خرجونا طلعنا شفنا الولد على الطريق يعني عم ينازع، رحنا اخذناه على الهيئه الصحيه رجعناه مشان ندخل نحكي مع دكتوره، دكتور احمد عطوي. حاكين هني مع احمد عطوي فقال حيلوا على المستشفى، رحنا على المستشفى ودخلوا اول شيء حطوا بالطوارئ، وصار الدكتور بدق من دكتور لدكتور حتى يعرفوا شو هالمرض اللي عنده، وحطوه بالعنايه الفائقه. قعدنا تقريبا معه لشي 8:30، قالوا انه هون ما فيكم تناموا، هون بدكم تروحوا على البيوت. رحنا على البيوت بعد شي نص ساعة بيدقوا لنا، قال الصبي وقف قلبه ورجعنا على المشفى. وكان الخضر تعرض وشقيقه لمهاجمة الكلب في حديقة منزل يقطنونه على طرف بلدة إبل السقي، ولدى محاولة الوالد إبعاده نهشه أيضا وألحق به جروحا استدعت خضوعه لجراحة. وأثار هذا الأمر مطالبة العديد من المواطنين في المنطقة بملاحقة الكلاب الشاردة التي تغزو أخيرا القرى وتهدد سلامة المواطنين. يعني احنا نطالب وزارة الصحة ان هذول الأطفال، الطفل هذا الموجود والده، يروحون على مستشفيات متخصصة يسووا لهم فحوصات شيء ممكن بيموتوا كمان. كما وأثار وفاة الطفل تساؤلات عن عدم تمكن المستشفى من علاجه على مدى أكثر من شهر ونصف الشهر. مزارعو الحشيشة يطالبون السيد حسن نصر الله بالفصل بين تجار المخدرات والمزارعين. هو مطلوب تقاطعهم، تعزلهم اجتماعيا. عندما يعزل هؤلاء كل واحد بعائلته، كل واحد بعشيرته، كل واحد بضيعته، كل واحد بمدينته، بده يعيد النظام، بده يعيد النظام، ما بيقدر يعيش لحاله. هاي الشريحة عدوة للمقاومة وعدوة لمجتمع المقاومة وعدوة لثقافة المقاومة وقيم المقاومة. هذه الشريحة خائنة لدماء الشهداء وللجرحى الموجودين الآن عندكم في المجمع، وخائنة لقيمنا وأخلاقنا، ومدمرة لنا ولبيئتنا ولمجتمعنا. أنا عم بحكي باسم منطقة بعلبك الهرمل وحتى المنطقة كلها، يعني مشكلتها فقر وحرمان، ما في حدا بيقدر يبعث ولاده على المدارس، في ناس عم تموت على أبواب المستشفيات لأنه الاستشفاء غالي جدا. سمحت السيد ما في مجال، إيش بدي قلنا بدنا ننفذ. أما بدنا نلفت له نظره إنه المنطقة رح يصير فيها قتال بين العائلات والعشائر، يعني أنا إذا بدي أروح هلا أروح ألقي القبض عليك وأخذك أنت عم تروجي مخدرات مثلا، رح يجي خيك يقوس لي ابني أو يقوس لي خيي إذا أنا مش موجود أو يقوسني إلي، رح يروح خيي الثاني يقوس خيه له هو، وهكذا السعر والسعر المضاد، ورح تكون المنطقة شاعلة. أنا ردي على السيد حسين إنه خلي يفصل الأمور، تجار المخدرات ومزارعين الحشيش، تجار المخدرات معروفين إنه اللي بيدخلوا الكوكايين والأوريين واللي عم بيصنعوا مادة السلفيا اللي هي سام
منشد كل من بيقدر يساعد على إقرار عفو عن المخدرات، ومن ثم ممكن إنه الناس كلها بتطالب إنه تشرع هاي زراعة الحشيش لأنه ما في بديل عنها، وتاخذ الموسم تاخذ الدولة إسوة بالتبغ. خلي يفصل بين هاي الأمور، نحن جميعا مزارعين، قومنا الدولة بالكلمة، رجعنا قومناها بالسلاح لنحافظ على لقمة عيشنا ورزقنا بالباع، وطلبنا من الدولة إما تعلي أسعار القمح وتزيد رخص الدخان، وإما بدنا نزرع حشيش تأملنا بديل لزراعة الحشيش، نحن منوقفها ما هي هواية عنا. حالة نادرة لأربعة توائم بحمل طبيعي. مشاعر قلق وخوف، فرح وأمل عاشتها في الريال بعدما سمعت بخبر حملها بأربعة توائم. عندي ست أولاد، بنتين بالأول أنا خلفتهم، أول بنت عمرها 4 سنين وشهرين، الثاني عمرها 2.5 سنين، ترجعت بعديها بشي 2 سنين خلفت الأربع توائم. رحت لعند الحكيم قلت له انه انا ما اخذت شيء وهيك، قال لي هيدي الحاله 1 على 64 مليون. خلفته انه بالشهر باول شهر 8. انا طلعت من المستشفى ما معي اي ولا واحد، بعد 25 يوم طلعت اول واحد فيهم احمد هو اللي هو صغير، بعد 15 يوم طلعت حسين هو الكبير فيهم، بعد 10 أيام طلعت نور، وبعدها كمان يمكن أو بجمعة أو ب10 أيام طلعت حسن. هذه الحالة نادرة بنسبة 1 من 64 مليون، ولا تحصل إلا مع امرأة تفرز أكثر من بويضة، وتعتبر من المعجزات الإلهية باعتبارها ولادة طبيعية بعيدة من التلقيح. في الريال على الرغم من معرفتها بوضعها كان جل همها الأساسي أن تحافظ على التوائم. أنا خفت على حياتي، بس يعني بدك تقول 2% عبرة ما كنت خايفة على الأولاد، مو بإيدي يعني. صار ما كل نهار من واحد لواحد من واحد، ما بلحق أنوم أول واحد وخلص للرابع، اللي بيكون الأولين صار وقته. أوقات بكون طعمي هيدا، بروح بعمل قنينة بكون نسيت أني أنا طعميته وبرجع بدي طعميه. هني بالأول كانوا يشربوا، واحد بيشرب نوعين حليب واثنين بيشربوا نوع حليب اثنيناتهم سوا، والرابع بيشرب نوع حليب لوحده، يعني في عندي 4 أنواع حليب. يعني هلأ حطهم أنت قدامك بدك تدرسهم، بدك تضل نهارين ثلاثة. مرة عملت الحليب وأعطيتهم إياه، كل واحد عطيته حليب التاني، عرفت كيف؟ بعد ما شربوه وخلصوهن تذكرت انه انا انه هيدا الحليب مانو لهيدا وهيدا مانو لهيدا. جيتهم هيك على الدنيا كانت انه لها ضجه وكذا، وبحياتي وبحيات كل الناس انه كلها عرفت فيهم كلها سمعت فيهم. ايه اكيد بقول ان شاء الله يكونوا مميزين كمان من وقت ولادتهم الوقت ما يصيروا كبار ان شاء الله. فكرت بهالموضوع انه يجي يوم وتزوج الاربع سوا. في دول العالم المتحضر تتسابق المؤسسات المعنية لمساعدة العائلة وتقديم الدعم لها، أما في لبنان فالدولة غائبة عن السمع. بعد الإعلان سما لبنان تحلق عينك يا سعيسر. أهلا بكم من جديد. سما لبنان تسير رحلات أسبوعية علنية بالرغم من قرار وزير الأشغال بسحب ترخيصها. بعد التحقيقات التي بثتها الجديد عن فضيحة ترخيص وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر لشركة ليبانون سكاي، أرسل في 23/11/2016 إلى المديرية العامة للطيران المدني كتابا رسميا يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف وسحب الترخيص الممنوح لسما لبنان بسبب مخالفتها شروط الترخيص، إلا أن الطلب معاليه الموقع
لم ينفذ، علما أن المديرية تخضع بحسب التسلسل الهرمي لسلطته. فكما تبين لنا بعد التدقيق في الرحلات، ما زالت الطائرات التابعة لسما لبنان تنقل الركاب، ولها على الأقل 5 رحلات من وإلى النجف بيروت يوميا ذهابا وإيابا. مخالفة فاضحة تضاف إلى هذا الملف بما يتناقض وكتاب زعيته وعنوانه وقف وسحب الترخيص لشركة سما لبنان، مما يعني أن الشركة لا يحق لها العمل بعد الآن. ولابد من الإشارة إلى أن الطيران المدني ملزم بتنفيذ كتاب وزير الأشغال باعتباره وزير الوصاية، لكن المديرية خالفت ولم تلتزم، علما أن جدول مواعيد الطائرة معلن ومكشوف، مما يعني أن كتابه جاء شكليا ولحفظ ماء الوجه بعد الفضيحة. يمنى فواز، قناة الجديد. لا دفع لرسوم الميكانيك إلا بعد فتح مراكز المعاينة، وموظفو شركة الميكانيك يعانون تبعات إضراب اتحاد النقل البري. ما إن صدر قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق المتعلق برسوم الميكانيك حتى سارع المواطنون إلى مراكز المعاينة أو المصارف لاعتقادهم أن القرار القاضي باستيفاء رسوم الميكانيك من دون إجراء معاينة يشملهم، ولكن سرعان ما تبين لهم أن القرار الغامض لا يتعلق بكل السيارات، بل يقتصر على رسوم ميكانيك تسجيل السيارات المستعملة المباعة من المعارض، وعلى رسوم ميكانيك استبدال اللوحات فقط، وذلك من دون إجراء المعاينة استثنائيا لمدة 3 أشهر. أما السبب فهو لوحات مميزة نزلت السوق وتتضمن أرقاما مميزة مدة صلاحيتها لا تتجاوز 2 شهر. ما بيشمل كل المواطنين، بس بيشمل أصحاب المعارض اللي بدهم يعملوا نقل ملكية أو يسجلوا سياراتهم. يعني هذا قرار اكيد مضر بحق المواطن، لانه مش حيكون في سلامه عامه، خاصه مسافر اذا اخذوا دفعوا ميكانيك وخلص انه خلصوا من المعاينه. إذن لا استيفاء لرسوم ميكانيك السيارات إلا بعد فتح مراكز المعاينة وعودة الأمور إلى طبيعتها. وقد تقدمت لجنة الطاقة النيابية باقتراح قانون لإعفاء المواطنين من الغرامات التي تستحق تلقائيا عليهم عند موعد المعاينة، والتي تبلغ 10% من قيمة رسم السير السنوي عن كل شهر تأخير، ويشمل الفترة الزمنية التي يستغرقها الأضراب. إغلاق المراكز وإن كان محقا من قبل اتحادات النقل البري، إلا أن مساوئه حصدها موظفو الميكانيك الذين أوقفت الشركة رواتبهم. اتحادات النقل البري ما تواصلت معنا وما أخذت رأينا لما قررت تعمل تحرك، بينما اتحادات النقل البري لما نحن بنتبلغ بقرار توقيف معاشاتنا بنتفاجأ أنه عندها علم. طب عندها علم منين؟ يعني يا في تنسيق مسبق بينه وبين إدارة الشركة، يا في اتفاق على الموضوع. محامية الشركة بتعطينا أول شيء بتقلنا راح تقبض 12، بتجي بتقلنا لا ما راح تقبض 11 و12، وهذا القرار نازل من إدارة الشركة. نحن عم طالب إنه هذا يكون في قرار مكتوب تنحنا نعرف على أساس شو بدنا نتصرف. نحن معطلين عن شغلنا، مش نحن معطلين ولا نحن حابين العطلة. مصدر مسؤول في شركة سعوديفال التي تسير المرفق حاليا أكد عدم قدرة الشركة على تحمل تبعات استمرار توقف المراكز عن العمل، على الرغم من أحقية مطالب المعتصمين، ولذلك اتخذ قرار تعليق رواتب الموظفين. ألين حلاق، قناة الجديد. حمل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار المسؤولية الأساسية في موضوع عدم معالجة النفايات في مناطق الشوف وعلاي وأقليم الخروب. وهاب أعلن خلال استقباله وفودا شعبية عن تحرك خلال 2 أسبوع لمعالجة أزمة النفايات. وعلى صعيد تشكيل الحكومة، استغرب وهاب لما أسماه انتظار البعض لما تبقى من حصص ليأتي بها إلى منطقة الجبل، وقال لسنا رعاية درجة ثانية أو ثالثة. بستغرب أنا أنه يكون البعض قاعد ناطر تيشوف شو بيبقى من الحصص حتى لي يجيبها لمنطقة الجبل. كمان هذا أمر مش مقبول، لأنه نحن منو رعاية درجة تاني ودرجة تالتة بلبنان. نحن مؤسسين بهذا الجبل بلبنان، نحن بعتقد حصتنا ما حدا بيتصدق علينا فيها. نحن حصتنا اللي ما في حافظ على الحصة يشرف يقول ما في حافظ على الحصة، منشوف كيف منحصلها، يمكن بحرب مع حلفائنا، يمكن ببوسي مع حلفائنا، يمكن بحرب مع أخصامنا، يمكن ببوسي مع أخصامنا. ولكن الاستسلام بهذه الطريقة
للفتات اللي بدهم يعطونا إياه، هذا أمر ما عاد مقبول أبدا، وهذا من سحب يبدو على كل المحلات. في كتير من مؤسسات الدولة في نقص فيها، في نقص فيها من طوائف معينة، وفي يمكن تخمي من طوائف أخرى، أو بدنا نشتغل على أساس مواطنين أو كل واحد بالآخر بده يحصل حقوقه. وزير الخارجية جبران باسيل يختتم جولته في جزر الكاريبي بدعوة أبناء الجالية اللبنانية لاستعادة جنسية بلدهم الأم. اختتم وزير الخارجية جبران باسيل جولته في جزر الكاريبي بزيارة ترينيداد وتوباكو. وفي الزيارة الأولى لوزير الخارجية اللبناني إلى تلك الجزيرة، بحث باسيل مع نظيره دينيس موزيس أهمية توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها ولا سيما التجارية منها. وخلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية، شدد باسيل على ضرورة استعادتهم لجنسيتهم. أنا اليوم جيت لعندكم لأنه بهتم بكل واحد منكم، لأنه لبنان والشعب اللبناني عم بيتابعنا اليوم وعم بيسمعنا وعم بيشوف أنه أنتو ليكوا قديه مجتمعين الواقفين أكثر من القاعدين، لأنه بتهتموا بلبنان بالرغم من أنه منكم ما بيحكوا عربي، وبالرغم من أنه منكم ما بيعرفوا لبنان وما عندهم أرض ولا عندهم بيت ولا يمكن مضيعين بين لبنانيتهم وسوريتهم، بس بالآخر بيعرفوا أنه في عندهم أرض طلعوا منها، وهيدي الأرض عطول في عندهم رابط قوي فيها، هي جزء من شخصيتهم الموجودة فيهم. ولاحقا توجه باسيل إلى البرازيل، حيث افتتح في مدينة ساو باولو مؤتمر الطاقة الاغترابية الأول لقارة أمريكا اللاتينية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين بمشاركة أكثر من 1000 شخصية لبنانية لها إنجازات في مختلف المجالات. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. رفضا لمصادرة بحر طرابلس، دعا النائب الممدد محمد كبارة إلى التحرك لوقف السرقة والمجزرة البحرية التي تتعرض لها المدينة. أننا لن نسمح لأحد مهما على شأنه وأيا كان نفوذه في السلطة أو المال أن يعتدي على كرامة طرابلس والميناء، أو أن يعتدي على حقوق المواطنين في طرابلس والميناء. لمناسبة عيد الاستقلال، احتفلت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعة برفع العلم اللبناني في حديقة الأرز عند بركة النقار على مشارف بوابة المزارع المحتلة برعاية قائد الجيش ممثلاً بالعميد جورج نمور. وفي كلمته أكد رئيس الهيئة محمد حمدان عدم السماح بوجود أو نشوء أي بيئة حاضنة لأي نوع من أنواع التطرف والإرهاب في المنطقة. نظم شبان وشابات في ساحة السرايا في الهرمل وقفة تضامنية مع الشابين غاندي وحسام علو اللذين قضيا في حادث سير مروع منذ أيام على طريق التل في المدينة. نحن هذا الجيل واقفي لبناء الوطن، هذا الجيل عم يشتغلوا اليوم ليعملوا وطن جديد، ليقولوا لكل الشباب بلشوا ببناء وطن جديد، ببناء جيل جديد. هود الشباب هني خسارة لكل لبنان. اللي بدي أقوله أنه هيدي الوقفة اللي عم نشوفها من كل الهرمل ومن كل لبنان معنا، هي وقفة بتشجعنا لحتى نقول من هون أول شغلة كفى حوادث، كفى استهتار بأرواح الناس. من هون رح ننطلق نحن وهالشباب، روح غاندي وروح حسام هني رح يكونوا البداية لانطلاق مشروع من الهرمل إلى كل لبنان للتوعية من حوادث السير. صحة المراهقين في لبنان هو شعار الحملة التي أطلقها ونفذها مستشفى ومركز بلفيو الطبي الجامعي خلال شهر تشرين الثاني الحالي لرفع الوعي الصحي والمعرفي لدى المراهقين في شتى مناحي الحياة، والأهم تجنيبهم المشكلات الصحية الطويلة الأمد والمزمنة. حملة التوعية تولاها فريق من الاختصاصيين من عيادة طب المراهقين في المستشفى الذي زار عددا من المدارس، وتخللها سلسلة ندوات تثقيفية بمشاركة الأهالي وذوي الاختصاص تمحورت حول سلوكيات المراهقين وكيفية استيعابهم إيجابيا بما يخدم المجتمع والمراهق في آن. بلدة الغازية الجنوبية تركض من أجل السلام في ماراثون الغازية الدولي.
تحت شعار نركض معا ليعم السلام، نظمت جمعية بيت الطلبة والشباب في الغزية سباق الغزية الدولي برعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومشاركة عدد كبير من العدائين اللبنانيين والدوليين الذين قدموا من كينيا وأثيوبيا والمغرب والأردن وسوريا. رياضة في لبنان في طور النمو والتحديث على أكثر من صعيد، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا دعوة كل المعنيين وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، وهي من الوزارات الهامة لأنها مؤتمنة على مستقبل الرياضة في لبنان، وضع الخطط لتحفيز الشباب على الانخراط في النشاطات الرياضية المختلفة وتشجيع البلديات على التعاون فيما بينها لإنشاء الملاعب والأندية. الغازية اليوم عم تعيش يوم وطني كبير لأنه قدرنا جمعنا كل الرياضيين العرب اللبنانية والدولية اجوا لعنا هون اليوم ببلدتنا الغازية سوا كلهم عشان يرقدوا لطيعم السلام. هيدا الشعار اللي نحن صرنا شهور قاعدين عم نستعد له. واختتم السباق بتوزيع الميداليات والجوائز على الفائزين. المعارضة الكويتية تحصد نصف مقاعد مجلس الأمة في النشرة بعد الإعلان. الشعب الكويتي قال كلمته وأحدث تغييرا في البرلمان وللمرأة حصة فيه. لم يخيب الكويتيون ظن الرئيس السابق لمجلس الأمة مرزوق الغانم إذ أعادوا انتخابه بأعلى معدل من الأصوات في الدائرة الثانية، حيث حرص في يوم الاقتراع على التواجد داخل اللجان فيها ليستقبل الناخبين ملقيا التحية على كل واحد منهم. نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 70%، أما صناديق الاقتراع في 5 دوائر فحملت العديد من المفاجآت مع قانون الانتخاب بالصوت الواحد، أبرزها فوز 24 معارضا. يعكس مزاج عام لدي المواطن الكويتي الذي من الواضح أنه يفضل أن يعطي صوته للمعارضة التي يرى أنها تقوم باستجوابات قوية تحاول أن تحاسب الحكومة. 30 نائبا جديدا دخلوا البرلمان فيما حافظ 20 على مقاعدهم، وبذلك تكون نسبة التغيير بين عام 2013 وعام 2016 قد بلغت نحو 60%، إلا أن مخاوف عدة تطرح. يعني أن هناك صداما جديدا سوف يحدث بين هؤلاء النواب وبين الحكومة من خلال استجوابات، من خلال محاولة تقديم يعني محاسبات للوزراء وللحكومة أو لرئيس الحكومة. لابد أن يعلم الوزراء أو الحكومة أن ما يحدث من تقديم استجوابات وخلافه هذا من صميم عمل النائب، وأن يكون هناك استجابة كما يحدث في الدول الأخرى. المرأة حصلت على مقعد واحد في المجلس بفوز المرشحة صفاء الهاشم، هذا وبرز نبض شبابي جديد بعدد من الفائزين الشباب، إلا أن الوقت يبقى وحده الكفيل في كشف النقاب عن هوية الرئيس المقبل لمجلس الأمة مع بروز منافسة بين الرئيس السابق مرزوق الغانم والنائب المرشح للرئاسة عبد الله الرومي. من دولة الكويت، جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد قطيعة دامت قرابة 3 سنوات تلوح في الأفق بوادر انفراج للأزمة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين القاهرة وحماس. حكم قضائي قضت به محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي لإلغاء حكم بالسجن المؤبد عليه، وحكم بالإعدام لكل من خيرة الشاطر والمرشد محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع حماس، الأمر الذي أثار جدلاً لدى المراقبين الذين بدأوا في تفسير ذلك بعدة نواحي سياسية، ليقابله رد حماس الرسمي على لسان سامي أبو زهري المتحدث الرسمي لحركة حماس، والذي صرح بأن الحركة تقدر القرار القضائي وتعتبر ذلك تأكيداً على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر وعلى وقوفها على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية.
تأثير هذه الأحكام على إمكانية يعني مد جسور التواصل ما بين حركة حماس والقاهرة مجددا، خصوصا في ظل زيارة وفد من حركة حماس واستعادة العلاقات وفتح معبر رفح. ينبغي على بعض قيادات حركة حماس أن تتحرز من إصدار تصريحات في توقيتات معينة يتم الخلط فيها بين مسار علاقات تاريخية لا يزايد عليها أحد ومسار سياسي ملتبس. نحن مع الوفاق الوطني، لذلك احنا طلبنا من خلال هذا المؤتمر ان تكون هناك رساله بدعوه جميع فصائل منظمه التحرير والقوى الوطنيه والاسلاميه لابرام اتفاق مصالحه والاتفاق على تنفيذ هذا الاتفاق. تزامن مع قرار الغاء هذه الاحكام وقبول النقد في هذه القضيه وعدد من القضايا الاخرى المتورط فيها محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين بعض التصريحات لعدد من قيادات الجماعه في الخارج التي تؤكد سعيها للتفاوض والتسوية مع السلطات المصرية، والذي يشترط على الجماعة معها عدم المشاركة في الحياة السياسية أو حتى الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات طيلة 5 سنوات كاملة. يذكر أن علاقة مصر بحماس وصلت لأوج توترها بعد عزل محمد مرسي من الحكم وإعلان حماس رفضها لكل ما حدث بعد 30 يونيو. الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطا عضويا بالأمن الفلسطيني، ولذلك أي عبث قد يحصل في القضية الفلسطينية من هذا الطرف أو ذاك الطرف يعني قد يؤدي إلى خلل أمني مصري. هناك وعود مصرية يعني نسمعها بأنه الأمور تتجه نحو تفكيك الأزمات وتحسين العلاقات والمساهمة في تفكيك وتحسين ظروف قطاع غزة. من بين هذه القضايا أنه يمكن أن يكون هناك تسهيل حركة المسافرين بشكل أفضل، ويمكن أن تصل إلى حد تبادل تجاري، وهذا أمر محمود وممتاز وجيد للطرفين. أكثر من 4 سنوات هي مدة الحرب من قبل القوات المسلحة المصرية على إرهابي سيناء، وحتى الآن الحرب مفتوحة ولم تنتهي، أمر قد تلجأ معه مصر لحلول سياسية تواكب الحل العسكري. استقبال مصر لعدد من الوفود القادمة من قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، لعل من أهمها وفد اقتصادي وآخرها وفد إعلامي هنا في القاهرة، يفسر الفلسطينيون بأنه انفراجة جديدة للعلاقات ما بين السلطات المصرية وأهل القطاع، وتفسر حماس بأنها قراءة جديدة لمشهد في علاقات مصر بكافة الفصائل الفلسطينية. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. وإلى فن الخبر مع زميلتي دارين. مساء الخير. رغم مرور سنتين على رحيل فنانتنا الكبيرة صباح، ما زالت الشحرورة حاضرة بيناتنا من خلال أغانية وأفلامها. بدأت جنات فغالي حياتها الفنية عند لقاء بالمنتجة الراحلة آسيا داغر اللي أخذتها معها إلى القاهرة رغم سنها الصغير، ومن هنيك أصبحت صباح بمباركة الشاعر صالح جودة اللي أطلق عليها هالاسم. قال لي القالب غالي وأنا غيرك مش طالب، قال لي القالب غالي وأنا غيرك مش طالب، يا حلوة لبنان يا حلوة. بدأت مشوارها كممثلة بمجموعة من الأفلام شكلت نقلة نوعية على صعيد صناعة السينما بفترة الأربعينيات والخمسينيات، وما كان صوت صباح صوت عادي، بل شكلت بنت القرية اللبنانية ظاهرة بالغناء البلد الأصيل، حيث اعتمدت على المواويل الميجانة العتابة هي وبعمر 12 سنة بس. بعد بكير شو بدك تكبرني؟ شو قصتك يا عمي؟ وانت شايفة والناس وحلب حارسها الله. يا دلع يا دلع قدامنا عبيل حلوين الطاقم. أحب عمري وعشق الحجر. فحضر بمذكراتها أسماء كرياض الصنباطي، محمد القصبجي، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، فيليمو وهبي، وليد غلمية، ملحم بركات، وحتى بليغ حمدي. وآلمي ضبت يابي وراها الحل عند أحبابي، مسافرة عجناح الطير تذكروني بغيابي، مسافرة عجناح
ماذا بعد عن هالفنانة المحبوبة والقريبة للقلب؟ منتابع مع صديق العمر الصحافي جهاد أيوب. هذه الامرأة كانت استثنائية وصنعت حالة بحالة، أكيد فقط الرحمن هو اللي له فضل عليها، ولكن صباح ما كان في حواليها جيش ولا مستشارين، كانت إذا وقعت توقف وإذا انغدرت تطنش. البعض ينتقد صباح لا يستطيع أن ينتقدها فنيا، ولكن يقول أنه تزوج صباح، وأنا باعتقاد هذه حرية شخصية. يا ريت بيعملوا سيديات أغانيها الوطنية وبينزلوهن على مجلس النيابة ومجلس الوزراء وبيسمعوهن للمسؤولين السياسيين في لبنان حتى يتعلموا كيف يحبوا لبنان. وبتمنى من الدولة اللبنانية تسعى بأكبر بأسرع ما يمكن تساهم ببناء متحف إعلان اسمها على شارع في بيروت، ونحن راح عم نسعى له قريبا وتمثال كمان، ولكن بتمنى الدولة تهتم أكثر وتحت إيدها وزارة التربية، لأنه إلى الآن صباح مش بضمن دروس وزارة التربية. يعني ما كان عندي وقت أكبر، أطول مشغولة أو لابسة أو ظاهرة، بحب الحياة بحب الدنيا. لهون بتكون وصلت نشرة فن الخبر لنهايتها، وإلى ميشا وترند. مساء الخير. بما أنه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بعد ما مرق عليه يوم بلا ما ينحكى عنه بالأخبار السياسية أو بالأخبار الغريبة، حب أحد الأشخاص يعيد تسمية برج ترامب بزبالة ترامب على جوجل مابس. فالعنوان بالأساس بيحمل اسم ترامب تاور، وأحد الأشخاص اللي قد يكون موظف بشركة جوجل غير الاسم ليصير دامب تاور. إذا شخص شجاع وبيحب المغامرة مش ضروري يكب حاله للموت ليبرهن هيدا الشيء، إنما هالشاب الروسي غامر بحياته وقدر يصور له صديقه ثواني مغامرته اللي كانت ممكن تأدي لمقتله من بعد ما كب حاله قدام القطار هو وعم بيوقف بإحدى المحطات، وقدر يزمط بأعجوبة يمكن. ومنشوف بالفيديو الشاب عم بيبتسم على رواق من بعد العمل الخطير اللي قام فيه. صار فيك تعزل حالك كلياً عن الإنترنت بكبسة زر إذا كنت عم بتحس بإنزعاج أو خايف على خصوصيتك. deceit.me هو موقع سويدي عم يعرض هالخدمة، وكل اللي عليك تعمله تدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة السر، شرط يكونوا حساباتك موصولين على الجيميل، لأنه هالخدمة بعد منا متوفرة على باقي العناوين مثل هوت ميل. وهيك فيك تحذف كل شيء متعلق فيك وموجود على تويتر، سناب شات، فيسبوك، إي باي وغيرها من التطبيقات. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا، اللي فيكن ترجعوا تتابعون على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. أخبار جديد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة. كان في النشرة الجيش السوري يتقدم في أحياء حلب بعد انهيارات سريعة للمسلحين. فرانسوا فيون الأوفر حظاً لدخول الإليزي بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين. سعد الحريري رئيساً وأحمد الحريري أميناً عاماً للمستقبل. مزارعو الحشيشة للسيد حسن شرعة. الناس كلها بتطالب انه تشرع هاي زراعه الحشيش لانه ما في بديل عنها، وتاخذ الموسم تاخذ الدوله. مات بعد اكثر من شهر بعضه كلب مسعور. حطوا بالعنايه الفائقه، بعد شي نص ساعه بيدقوا لنا قال الصبي وقف قلبه. حاله نادره، اربعه توائم بحمل طبيعي. هذه الحالة 1/64 مليون. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.